كمان مرة عم نتابع فقراتنا ورح ننتقل مرة من جديد لعند شيف بلقيس بمحطتنا التالية ورشة ملح. شو بيسموها؟ صباح القاطع؟ فنحن بلشنا بالأكلات القاطع، رح نترك الأكل الدسمة لآخر فقرة. هلا اللي بدي أعمله أنا وياكم الفول المقلع طريقة اللوبيا بزيت. هاي الأكلة أكلتها مرة بالجبل وأنا أكلت صحن كله، كل فكرة إنه هيدي لوبيا بزيت، آخر شيء بكتشف إنه فول. فما كان في غير ما أعملها هون بهاي الفقرة. لهي الوصفة نحن بحاجة لبصلة فرمة متوسطة، يعني بهذا الشكل. رح قليهم بزيت زيتون مع التوم، يعني التوم والبصل بدو يتقلوا مع بعضهم. طبيعي بدنا نكون مجهزين الفول الأخضر يلي فارمينه قبل بوقت. فول الأخضر نحن عم نقصد هيدا الفول، وهلأ موسمه لأنه ببداية الربيع منبلش نلاقيه بشكل طري كتير، بنقدر نعمل فيه الفول المقلى مع الزيت والحامض والثوم، وبنقدر نعمل فيه الثوم مع الكزبرة المقلى بتقليب سلاد فينا نعتبره، فينا ناخد لحصوص الثوم والفول ونقشرهم ونضيفهم على أي نوع من السلاد. هيدي الوصفة من الفول بنقدر هلأ نستغلها نحنا، لأنه مثل ما قلت لكم بداية الربيع بيكون الفول بعده طري. بعدين شوي بصير هيدا الفول ما نقدر نعمل فيه غير بس الفول مع الرز أو الأكلات اللي بدها طبخ كتير. فهات لنستغل الموسم ونعمل وصفة من الفول كتير طيبة، وخاصة هلأ شهر الصيام في كتير أشخاص ما بفضلوا اللحوم بالأطباق. هلأ اللي بدي أعمله رح أقلي البصل مع الثوم بزيت الزيتون، رح اخد شوي من الكزبرة منضيفهم عليهم من بعد ما يستووا الفولات اللي عم بتشوفوه على النار عم يغلي. هو السلق اللي جهزته كرمال باخر فقرة، لف السلق ويكون دغري استوى بطريقة سحرية. رح ضيف الفول الأخضر المفروم على البصلات والتومات واتركهم بحدود 12 دقيقة ل 15 دقيقة لتستوي حبة الفول كتير منيح. هلا هي طرية وحلوة شوي هيك تضل تقرش نتفة لأنها فريش وخضرة ومثل ما قلت لكم موسم، بس خلينا نقليهم مع الثوم والبصل. هول كزبرة آخر شيء هيك برش، بيقولوا زودت البياع حرش عليهم بالآخر. كيف بدي أفرم التومات وجهزهم؟ أول شيء بناخد عرق الفولات، بناخد عرق الفول منشيل هيدا الشيء من هون، منشيل كمان من هون، منحاول قد ما فينا إذا في عرق مبين نشيله، بتكون سميكة لأنه بالأكل ما بتطلع طيبة. هيدي بدنا نشيلها بهيدا الشكل، لازم نتخلص منها. طبيعي نفرمون بهيدا الشكل، ودغري الأفضل إنه نفرمون ودغري نطبخهم كرمال ما يسودوا، لانه من ليله لليله الفولات بدهم دغري يصبغوا، يعني الفول مثل الارض شوكه، لما يكون فريش دغري بدنا نستعمله. بس اذا نحن بدنا نجهزهم قبل بليله، شو بنعمل لحتى الفولات ما يكون لونهم اسود؟ وقتا نغسلهم بنحط لهم عصره حامض هيك شوي بقلب الميات، ونرجع بنصفيهم وبنغطيهم دغري على السريع. الحامض دائما بيحفظ كان التفاح او الموز او الفول او الاردشوكه من السود والافوكا كمان. هلا رح قلب فولاتي مع البصلات. يمكن انتبهتوا انا ما كتير حمرت البصل لانه بدي نكهة حرورة البصل بقلب الفولات. حتى
حطينا نقطة من زيت النباتي وكمان زيت الزيتون هو من الزيوت النباتية يلي بنقدر نستعملها بالصيام. رح أفرم البندورات بهذا الشكل كلياتهم، قد ما كترنا لها بندورة قد ما طلعت أطيب. رح ضيف لها البندورة وقرن من الحر الأخضر واتركها تنطبخ مع بعضها. برجع لعندك يا غادة. مرسي لك شيف بلقيس. طبعا رح نرجع لعندك تباعا بعد شوي لحتى نتابع كل تحضيراتنا، لانه مبينه بلشت الروايح تطلع وكثير شهيه. انما هلا رح نروح سوا على جوله بهالجوله على صالات السينما ونرجع نتابع. If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy, if it was between me and your father, who would you take? My daddy. ضمن أفلام الأسبوع، الفيلم الدرامي المرشح لجوائز الأوسكار مانشستر باي ذا سي، عن رجل يطلب منه الاهتمام بقريبه المراهق بعد ما توفي والده، مع كيسي أفلك وبن أوبراين، والكتابة والإخراج لكينيث لونرجن. وفيلم البيوغرافي المرشح لجوائز أوسكار Hidden Figures، عن فريق من السيدات الأفريكان أمريكانز اللي بيشتغلوا بمجال الرياضيات وبيلعبوا دور أساسي بالناسا خلال أولى سنوات برامج الفضاء، مع أوكتافيا سبنسر، تراجي بي هنسن وكيفن كوستنر. Everything we do can matter to their wives, to their children. I believe it's going to matter to the whole damn country. My gals are ready. We can do the work. Don't you know that we're able? Choose life. Choose Facebook, Twitter, Instagram, and hope that someone somewhere cares. والفيلم الدرامي تيتو ترين سبوتينج. بعد 20 سنة على غيابه بيرجع مارك على اسكتلندا وبيجتمع مع أصدقائه القدامى، مع أوين ماكغريغور ولوغان جيلس، والإخراج لداني بويل. Choose life. فيكتور هيا. وفيلم الانيميشن باليرينا، عن بنت يتيمة بتحلم انه تصير باليرينا وبتروح على باريس وبتوصل على الجراند اوبرا هاوس، باصوات ال فانينج ودين ديهان وغيرهم. We should never give up on our dreams. You're ready. رنا تعرفي شو؟ اسمعي. وفيلم الرومانسي اللبناني الرائع لسن او اسمعي، قصه حب للمخرج الكبير فيليب عرقتنجي، عن شاب عم بيحاول يرجع حبيبته للحياه من خلال اصوات بتحبهم، مع مجموعه كبيره من الممثلين هادي بوعياش، يارا بونصار وربا زعرور، ومشاركه الممثلين القديرين جوزيف بونصار ورفيق علي احمد، واطلاله خاصه للاعلاميه لما لوند. صديقي مش صاحبي بس عم نشتغل على الموضوع. اسمعي اسمعي. مادموازيل داليدا. وفيلم البيوغرافي الفرنسي داليدا، عن حياة الديفا داليدا من طفولتها إلى علاقاتها العاطفية والأحداث المؤلمة اللي بتقطع فيهم، ومزجن مع أغنيها الرائعة مع سفيفا ألفيتي وجان بول غوف، والإخراج لليسا أزويلوس. Welcome to Rome. Is this a formal event or a social affair? وفيلم الأكشن جون ويك Chapter 2، بعد عودته إلى عالم الجريمة لتسديد دين قديم، بيكتشف إنه في جائزة موضوعة على حياته، مع كيانو ريفز وريكاردو سكارماتشيو. You want a war? John Wick. هيدي كانت جولتنا على صالات السينما. نحن وياكم هلا رح ناخذ بريك، من بعدها رح تنضم لنا هبه وضيوفها نكون مع محطتنا الرياضيه 1 2 3.